مساء الخير، معاكم دكتور ويك. الاغنيه اللي هنسمعها النهارده هي اغنيه من شاب اسمه تو ليت. انا حاولت ادور على اسمه الحقيقي ما عرفتش، بس الاغنيه اسمها مجهول، بقالها 6 شهور على اليوتيوب. هو قناته ما شاء الله فيها تقريبا 4000 او 5000 او يمكن اكتر، ما عنديش فكره، ما سمعتلوش حاجه قبل كده، ما اعرفش عنه حاجه، بس طلب مني ان انا اعمل لها ريفيو، شوف الاغنيه حلوه ولا لا. تعالوا نشوف مع بعض، انا مش فاهم لسه القصه ايه. يلا. نبرة صوته قوية جدا، اعتقد ان هي امبليفايد او مقوى عن طريق الميكروفون. هو قاصد ان هو يعمل بصمة لصوته مختلفة شوية، فسمع صوت تحسين او انهانسمنت من الميكروفون. اللي انا شايفه في الاغنية او في الفيديو ده مش فيديو كليب، ده بس باك جراوند. انا اتفهم ان هو مش عايز يعمل فيديو كليب او محبش يعمل فيديو كليب الاغنية دي، بس صوته مميز. البيت اللي انا سامعه، الفايب اللي انا سامعه من البيت ومن التيمبو، البيت اسمها تريب سكيب بيت. التريب سكيب بيت هي زي ما انت شايف مديه فايب شويه على تريب بيت، بس خلينا نشوف ايه هو الموضوع. طب ما انا كنت مكمل بس في حاجه فصلوني، ولما كنتش راضي قبل ظهرتي قصادي، والله كنت مأمن غالبا قصدوني، عايزاني ليك درجاتي غدا القاكي، والله كانت ناقصاكي، عايزاني للدرجة دي فغدا ألقاكي. يعني هو غالبا يما هو مش عايز يهتم بيها، أو في بينه وبين واحدة. أوكي، الأغنية ليها علاقة بولد وبنت، هو وحاجة مر بيها في حياته بين بنت وبين واحدة ست أو بين شخصية يعني، وهو مش عارف بالظبط إيه هي المشكلة بينه وبينها، محتار. هو كان في حاله وكان ماشي، بس في حاجة ناقصاه وشافها، هو مش فاهم إذا كان يرجع يتكلم لا. فخلينا نشوف عايز يوصل لنا إيه من العلاقة اللي بينه وبين البنت. بس حاليا لا اراكي، بقيت اركز اوي اوي بغلطاتي، يو بقنع نفسي اني مش فاضي، يو بقنع نفسي اني مش فاكر، يو ولا انا قادر ولا راضي، يو اما متجيلي بس في الاخر، يو من غيرك تبقى الدنيا رمادي، وساعات بتلف تلف 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 تدور، يو وساعات بتحس تحس تحس ان انا مجنون، يو بس بيبي انا مجهول، يو بيبي انا مجهول، يو وعلي مش بتدور. اوكي، هو عشان كده بيقول ساعات بتلف تلف تلف تحس ان انا مجنون، وساعات بتلف تلف تحس ان انا مجهول. هو بيحاول يحكي لي او يقول لي كمستمع ان هو مش عارف بالظبط يرسى على بر مع البنت دي. علاقه او دي اغنيه زي ما قلت سكيب تريب بيت، وعشان كده بسمع وفي ميلوديز ورا وفي اوتو تيون. انا مش من عشاق الاوتو تيون الا في مغنيين معينين، بس مش اي حد عايز اسمعه عنده اوتو تيون، خاصه لو شاب من الشباب اللي طالعين جداد ما تستخدمش اوتو تيون. فدي نقطة تتاخد عليه من رأيي الشخصي. أنا مش من هواة الاستماع للأغاني أو الراب أو السكيب تريب بيتس اللي هم ليها علاقة بالعلاقات بين الولد والبنت أو الراجل والست. الحاجات دي أنا أتفهم إن هي ممكن تذكرها لي في الراب، بس مش عايزة تكون كل الأغنية. يا بيبي أنا مجهول، يا كنت فين من الأول، يا كنت فين من الأول، يا في ميلودي سكيب تريب اوتو تيون كتير، في حاجات كتير قوي في الاغنيه، في اوتو تيون من الباك فوكال من اصوات اللي ورا اللي هي صوته هو نفسه بس باك فوكال الخلفي. زحمه، مش عايز الزحمه، انت هتكلمني عن موضوع ولد وبنت او هتكلمني عن موضوع مشاعرك
تجاه بنت. انا عايز الموضوع يكون شخصي، مش عايز الموضوع يكون في كل الحاجات اللي تعملي تشتيت في الاغنيه. ركز واشرح لي انت مشكلتك ايه. اوكي انا حاولت افهم ان انت مجهول، ان انت ضايع في الوقت الحالي ومش عارف تركز ومش عارف مكانك ايه. بحسسني بالمود ده. كيب تريب بيت عاده بتستخدم في الاغاني اللي هي يا اما تكون ليها علاقه بالمزاج المود الحلو الرايق، او بان هو ماشي في رحله ويحاول يحكي لنا في الرحله دي فيها ايه. الحاله دي انا اتلخبطت. وكنت مستني الرد بس ما بتنطقش. Now I don't give a fuck, bitch I don't give a fuck. Now it's too late وانتي خدتي too much. Yo خدتي too much وما فيه. Yo مفيش ولا سبب النجيل. انت خدتي تو ماتش، انت خدتي كتير قوي، انت خدتي مني كتير، انت تعبتيني، سواء خدت منه نفسيا ماديا معنويا مش مشكله ايه هي اللي خدته منه، بس هي خدت منه كتير، هو تعب عشان كده طلع بمشاعره مره واحده انفجر. خدتي مني كتير، تو ليت، انتهى الموضوع، بقى لنا فتره طويله، خلاص انا مش قادر. جاب اخره ده اللي عايز يوضحه في الكلمتين دول. لسه مش حاسس ان انا اندمجت معاه او لمست معاه في احساسه، مش حاسس، مفيش احساس عارف ادمسه بيني وبين الرابر كمستمع. ممكن تعجب كتير ناس من الجنريشن اللي بعدي اللي هم يقدروا يربطوا بينها وبين علاقات جديدة هم مرين بيها، لكن انا كمحلل مش قادر اربط البيت مع الزحمة اللي في الاغنية مع مشاكله هو الشخصية اللي بيحاول يوصلها لي مع انفجار مشاعره مرة واحدة دلوقتي زي ما هو بيقول. بس ان هو يكلمها ويقول لها انت بي وانت كذا وانت ما بحبش، يعني عارف لما دام هي ست مش كويسة اقلب سيبك منها اللي بعده. فانا لما لمس كلمة دي في الاغنية انا قطع الاحساس بالاغنية تمام. الليركس واضحة مش محتاج ان انا اقراها، مش هقولها، بس يعني مدام هي بقت كده انت اصلا بتضيع وقتك ليه؟ انا فقدت التاتش ان هي بنوتة وان هو في بينه وبينها حالة شد ولوف وحب ورومانسية للكلمة دي، فارسى على بر. انا مشتت في الاغنية. مش عاجبك الكارما دايما بتعيدي الغلط وبيتبرر، نفس الكلام يتقلق وبيتكرر. يا حفل مش بتتصرف دايما بنتصرف، هنرجع تاني التربة ما فوتيش من الصدمة، وحارات مش طالبة لسه دماغي في ضلمة والافكار تتبرمج، ما افتكرش اني هاردة وساعد. الشرح ان هو عنده مشاكل في حياته وعنده مشاكل في علاقته بيها، وعنده كل مرة بيحاول يفكر في اغلاطه ويفكر في غلطاته، وانت بتشوفي غلطاتك وانا بشوف غلطاتي، فما اعتقدش اني هرضى. اوكي خلاص احنا وصلنا في نهاية الرحلة ان هو مش هيرضى ان هو يرجع لها، على حد اعتقادي ان هو هيرجع لها، بس ليه يرجع لها وهو اصلا سماها بالاسم اللي هو سماه لها ده. من بداية الاغنية لحد دلوقتي انا للأسف بديله ماينس 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 ماينس. الحاجة الوحيدة اللي قدرت تديله فيها نقطة صوته المميز او القوي وواضح، بس عايز فعلا حط نفسك في القالب الصح واستخدم صوتك نوع تاني من الرابينج، مود تاني، شوف تيمبو تاني، شوف بيت تانية. للأسف مش شادد انتباهي. زحمة قوي 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 في الأغنية. أنا آسف في الأغنية مع كل احترامي طبعا too late كشاب بيحاول وكشاب عنده قناته كبيرة مش صغيرة زي ما انتوا شايفين 4000 سبسكرايبر وكذا وعنده فيوز وعنده وعنده وعنده. أنا أتوقع أسمع منه حاجة، عايز أسمع منه حاجة تانية. أنا حتى مش شايف شكله، وده ستايل موجود متوفر كتير، يعني متوفر إن هم بيحطوا أشكال أو صور مش ليهم أو صور ليهم بس بخبي وشه فايب معينة او كمود معين هو فيه في الوقت الحالي، ده انا اتفهمه. بس الاغنية اللي انا سمعتها البرودكشن بتاعها طبعا مين البرودكشن خلينا نشوف. المانجمنت خالد ابو ليل، والبروديوسر والبرفورمانس والميكست كله معمول بتو ليت. انا مستني اسمع حاجة جديدة منه، للأسف ما عجبتنيش قوي، اديها 3/10. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتسيبوا في الكومنتس تحت اسم الاغنية اللي انتوا عايزين تشوفوها المرة الجاية في الحلقة الجاية. اشوفكم المرة الجاية.